خلال استقباله وزيرة خارجية بلغاريا، مدبولي يحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب في غزة ويدعو إلى التعامل مع جذور القضية الفلسطينية. مصر تعتبر القضية الفلسطينية في صلب قضايا المنطقة، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. تحذيرات دولية من شن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاً برياً لرفح الفلسطينية. الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن استمرار الحرب في غزة ستكون له تداعيات اقتصادية على العالم أجمع، ما لم يتم التوصل إلى حل سريع بشأن إنهائها ومن ثم التعامل بشكل جذري مع القضية الفلسطينية. وخلال استقباله وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا لاستمرار مصر في جهودها الدبلوماسية للتوصل لحل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة. على صعيد العلاقات الثنائية، أعرب مدبولي عن ترحيبه بإمكان توفير منطقة متخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا جهود الدولة المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية بشكل مباشر من مصر. من جانبها، أكدت وزيرة خارجية بلغاريا أن مصر شريك استراتيجي لبلادها، لافتة إلى انفتاح صوفيا على مزيد من التعاون مع القاهرة في مجال تصدير القمح. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارة وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل لمصر تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة بينهما. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية، أضاف شكري إلى أن أعمال اللجنة المشتركة عكست رغبة البلدين في تعزيز العلاقات من خلال التطرق إلى مجالات التعاون والمجالات الواعدة. ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بينهما، حيث ترأسنا سويا أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشتركة بين البلدين بحضور لفيف من السادة الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين. كما أود أن أهنئ معالي نائبة رئيس الوزراء على قرب حلول موعد تولي سيادتها منصب رئيس الوزراء في بلغاريا، أتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والسداد. وقد عكست مناقشات وأعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين، وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء القائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها، أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المفاوضات بشأن الأوضاع في قطاع غزة صعبة ومعقدة. وفي هذا الإطار، طالب شكري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في القطاع، مشددا على أن مصر تواصل جهودها السياسية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. مشاورات تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها، وكان هناك وجهة نظر إزاءها من قبل حماس، وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائن. هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل هنا في القاهرة تقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين.
وهذا ما نعمل من أجله، ولكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. كما دائما أكدنا بأنه الهدف هو وقف الكامل لإطلاق النار، نفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي. مفاوضات معقدة وصفقة بالتأكيد كل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة. الجهود المصرية لن تتوقف في إطار إيجاد حل ووقف لإطلاق النار لإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة اللي وقعت على المدنيين الأبرياء. من جانبها أعربت الوزيرة البلغارية عن رغبة بلادها في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية مع مصر. أشارت الوزيرة البلغارية إلى التوصل لاتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين مصر وبلغاريا وعقد أولى جلساتها بين مسؤولي البلدين. توصلنا إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون، والآن بدأنا الجلسة الافتتاحية لآلية التعاون والتي ترأسناها معنا مع السيد وزير الخارجية، وقد تبنينا بيانا مشتركا. ولكن الآن أننا نرسل إشارة قوية، أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة، ومن المهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى. عقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية، ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية. أقول اليوم رسائلي اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية. كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد مع نظيرته البلغارية ماريال جابرييل جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تناولت المباحثات عددا من الملفات الهامة يتقدمها تعزيز التعاون المشترك على كافة المجالات وتبادل الرؤى حول أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القاهرة وصوفيا. كما ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيرته البلغارية ماريا جابرييل أعمال الدورة الأولى للجنة التعاون المشترك. أكد الجانبان خلال الاجتماع التزامهم الوثيق بتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي إلى مستوى أعلى، بما يعكس الطبيعة الاستراتيجية للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. كما أكد الطرفان اهتمامهما بدفع التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتعزيز جميع الأنشطة المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، لا سيما الأطر التنظيمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة ذات المنفعة المتبادلة. واستعرض الوفد المصري الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الجيوستراتيجي على الممر التجاري والبحري الذي يربط بين شرق العالم وغربه. وتطرق الاجتماع أيضا إلى تطور التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي تهيمن على الساحة الدولية الراهنة. كما وقع الجانبان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، تضعين في الصورة ما تفاصيل اللقاء اليوم بين سامح شكري ونظيرته البلغارية.
نعم، بعد التحية نتابع معكم من مقر وزارة الخارجية تفاصيل اللقاء المشترك بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية ماريا جابرييل في خلال زيارتها لمصر. هذه الزيارة التي جاء خلالها عقد جلسة مباحثات بين الطرفين، إلى جانب أيضا ترأس الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين. خلال هذا اللقاء وخلال أيضا المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل، أكد الطرفان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذا يأتي في إطار حجم الزيارات المتبادلة بين الطرفين خلال الأعوام الماضية، وأيضا الحديث عن استمرار تأييد مصر وبلغاريا بعضهم لبعض خلال المحافل الدولية. أيضا خلال هذا المؤتمر تم التأكيد على العمل على زيادة التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الاقتصادي وأيضا التبادل التجاري، وتم الحديث أيضا عن التعاون في عدد من المجالات كما ذكروا، منها مجال الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والعمل أيضا على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة ودخول الشركات البلغارية إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأيضا إيصال الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل موسع وأيضا منطقة جنوب شرق أوروبا. أيضا ثمنت وزيرة الخارجية البلغارية على الجهود المصرية في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في الوقت الذي أكد أيضا في وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تعمل بشكل مستمر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار، وأيضا العمل على إيجاد هدنة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أيضا تم تناول عدد من القضايا المحورية الأخرى، منها الحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدد أيضا من الملفات الخاصة والتي يعني تهم مصر وبلغاريا. أيضا على هامش هذه الزيارة تم توقيع عدد من المذكرات التفاهم في قطاع الغاز وأيضا في قطاع العسكري بين الطرفين. يعني أيضا في إطار هذه الزيارة التقت أيضا وزيرة خارجية بلغاريا رئيس الوزراء في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضا في هذه الزيارة تم التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين البلدين، وأيضا خاصة في مجال الأمن الغذائي مع يعني ما يتعلق بتوريد القمح البلغاري لمصر، وأيضا تصدير الفواكه والخضروات والموالح المصرية إلى بلغاريا. أيضا تم الحديث عن إمكانية توفير منطقة خاصة الشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والحديث أيضا عن التعاون في مجال الطاقة وأيضا منع الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع بلغاريا بشكل خاص وأيضا مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. جزيل الشكر جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية. أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ريبيك أن بلاده على تواصل وتنسيق دائم مع القاهرة والدوحة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة. وأضاف روبرغ أن مصر كانت وما زالت تلعب دورا جوهريا منذ بدء النزاع في قطاع غزة، وتبذل جهودا كبيرة لإيصال وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأشار روبرغ إلى أن هناك تنسيقا مع دول كثيرة خاصة مع مصر لبحث إمكانية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين ومنع تصعيد الصراع في المنطقة. ودعا المسؤول الأمريكي إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين المدنيين في الضفة الغربية.
أهلا بكم من جديد. ما زلنا مع ملف القضية الفلسطينية. غزة اتدمرت، ما بقاش حاجة. تبذل مصر جهودا كبيرة بشأن القضية الفلسطينية على مختلف المستويات وفي كل المحافل الدولية بالنظر لكونها القضية المركزية الأولى في منطقة الشرق الأوسط. وامتدادا لهذا الدور التاريخي عملت مصر على فتح معبر رفح البري من جانبها بشكل مستمر منذ أحداث 7 أكتوبر بهدف إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين. دور لا يقبل المزايدة واهتمام لا يوازيه اهتمام بأي قضية إقليمية أخرى وثوابت أخرى في سياسة القاهرة إزاء القضية الفلسطينية التي دافعت عنها مصر بدماء أبنائها وجهود ساستها. منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فطنت مصر للمخططات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع على الأرض بالمخالفة لما أقرته المرجعيات الدولية ذات الصلة، فأكدت مصر في عدة مناسبات أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة والتي تهدد بتوسع نطاق الصراع يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 من يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية. كما شددت مصر كذلك على أن أي محاولات أو مساعي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل. واستمرارا لموقف مصر الصادق تمسكت القاهرة بثوابتها الإنسانية والأخلاقية كجزء لا يتجزأ من هذا الموقف، ومنذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيد أو شرط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش. كما ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع. ومع استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل حال ذلك دون إدخال المساعدات، لكن وبمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور وإجراء التعديلات الفنية اللازمة بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع الذي تتضمن حدوده 5 معابر أخرى عملت إسرائيل على إغلاقها بشكل شبه تام. مصر التي تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها في سبيل تنسيق عملية إدخال المساعدات من جهة وفي جهود الوساطة السياسية قامت وما زالت باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف للضغط من أجل إتاحة دخول المساعدات وزيادة كمياتها بالشكل المطلوب. مصر التي لا تسعى لأي مآرب خاصة من دفاعها القوي عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق هي من قدمت 80% من المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، بما يؤكد فشل أي محاولات لإحراجها بغير حق ودون مصداقية أو أدنى قدر من الموضوعية. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. بعد التحية، يعني دور تاريخي تطلع به مصر إزاء القضية الفلسطينية، كيف انعكس ذلك على مواقف مصر تجاه الأشقاء ليس فقط منذ التصعيد الأخير وإنما على مدار عقود؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد الموقف المصري ثابت، وأيضا موقف ولد مع هذه أو مع ميلاد هذه القضية. وفي الحقيقة أن الموقف المصري عبر العقود لم يتغير، بل أن الموقف المصري في الحقيقة أيضا يتطور بتطور إيجابي مع تصاعد الأحداث، ورأينا المسارات السياسية والإنسانية بتسير بشكل متوازي في هذا الإطار، سواء على صعيد إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتفعيل الدور الدبلوماسي والسياسي لحل هذه القضية
القضية التي تعتبرها مصر في الحقيقة هي القضية المركزية والقضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، أو طبعا على صعيد الإطار الإنساني. وحتى في هذا الإطار استحدثت مصر آليات عمل جديدة. نحن لا نتحدث فقط عن الحرب الأخيرة أو عن الأزمة الأخيرة، ولكن حتى في الحروب السابقة كانت مصر يعني حاضرة وبقوة إنسانيا وسياسيا. لا ننسى أن مصر صاحبة المبادرة الأهم فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وأيضا يعني طوال الوقت بتفتح المعبر وبتدخل المساعدات على مدار الساعة. وهذا الدور في الحقيقة استمر حتى في ظل أصعب الظروف وفي ظل يعني اشتعال الحرب المستعرة الآن من الجانب الإسرائيلي تجاه المدنيين والأبرياء والأطفال في قطاع غزة. ومصر منذ اللحظة الأولى لم ولن تغلق المعبر، بل ضاعفت مجهوداتها وحاجت الرأي العام الدولي لمساندة الدور المصري في إدخال المساعدات. وهنا نتحدث الحقيقة عن ملحمة مصرية حقيقية تبرز منذ بداية هذه الحرب، حيث أن القيادة السياسية المصرية طبعا وجهت بإرسال المساعدات، وأيضا رأينا المجتمع المدني، الشارع المصري، حتى المواطن المصري، الجميع في الحقيقة بيدعم فكرة إدخال المساعدات. ويعني حاجة المساعدات مطار العريش تم تسخيره لاستقبال المساعدات، يعني مخزن لوجستي ضخم للغاية داخل مطار العريش يستقبل كافة هذه المساعدات. رئيسة الصليب الأحمر يعني بالفعل، ولكن على الرغم من ذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي يتفنن في عرقلة دخول المساعدات لقطاع غزة، ومصر تضغط دائما لدخول الشاحنات للأشقاء. إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط على الاحتلال لمنع الإبادة الجماعية تجاه الأشقاء الفلسطينيين؟ يمكن عرقلة الاحتلال لإدخال المساعدات أصبحت واضحة وضوح الشمس للمجتمع الدولي. يكفي أن نرى مظاهرات يعني عند معبر كرم أبو سالم من يعني الإسرائيليين وهم يحاولون عرقلة دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، أيضا قصف المعبر 4 مرات من قبل، وغيرها من يعني خطوات تتخذها أو يتخذها الجانب الإسرائيلي طوال الوقت لعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي الجميع أصبح يدرك أن الجانب الإسرائيلي يعني هو من يعرقل المساعدات. محكمة العدل الدولية نفسها أقرت أن الجانب الإسرائيلي يعرقل المساعدات، وفي قراراتها يعني حثت الجانب الإسرائيلي على عدم عرقلة دخول المساعدات. وهنا اعتراف رسمي من محكمة العدل الدولية أن الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل دخول المساعدات، بل أن هناك تصريحات رسمية ومن مسؤولين إسرائيليين يتحدثون عن عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتحرك ويضغط بشكل أكثر على الجانب الإسرائيلي الذي يحاول أن يخير المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ما بين الموت جوعا أو الموت قصفا. وهذا في الحقيقة أمر يؤكد أن الجانب الإسرائيلي يعني يمارس إبادة جماعية ويمارس يعني حرب وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين والأطفال في قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن الدور الدولي يجب أن يكون أكثر قوة الآن في الضغط على الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن هناك قرار من مجلس الأمن لا يمكن أن ننساه صدر ليلزم الجانب الإسرائيلي أيضا بإدخال المساعدات. وهذا أيضا القرار اعتراف أممي مهم للغاية أن الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل المساعدات. إذا ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ ولماذا لا نرى إدانات من المجتمع الدولي بشكل واضح وبشكل صريح لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من انتهاك لهذا الأمر وعدم إدخال المساعدات وعرقلة دخول المساعدات؟ أعتقد أن يعني من يساعد الجانب الإسرائيلي على عدم إدخال المساعدات وهو يعني شريك أصلي في الجريمة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي. وعلى المجتمع الدولي أن يساند الجهود المصرية البناءة، والتي في الحقيقة هي الجهود الأبرز. 80% من المساعدات النافذة إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية بالضبط. مصر لديها الآن أكبر مجمع للإغاثة أو مخيم للإغاثة داخل قطاع غزة. إذن لا يمكن أن نتحدث عن أي من المزايدات على الدور المصري. بالفعل وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. قال السفير ماجد بميا نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، قال إن مصر هي الدولة الأكثر اهتماما على مستوى العالم بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأضاف السفير الفلسطيني أن مصر لا تريد التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وحريصة على إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة انطلاقا من دعمها للشعب الفلسطيني. كما أكد أن مصر رحبت بأي مساعدات
تدخل إلى غزة من كل أنحاء العالم، وتأكدت من وصولها إلى الحدود، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة يواجهون المجاعة على بعد أمتار قليلة من أطنان المساعدات المتكدسة في مصر، والتي لا تستطيع الدخول بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية والقصف المتكرر لمعبر رفح. كشف موقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إرسال مدير وكالة المخابرات المركزية إلى القاهرة. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية سيعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول الجهود المبذولة لبدء مفاوضات حول صفقة جديدة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة. منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منهجا مؤيدا لإسرائيل تمثل في ضمان التفوق العسكري لجيش الاحتلال بصفقات أسلحة وطائرات وسفن حربية. كما استغلت واشنطن حق الفيتو داخل مجلس الأمن لعرقلة قرار وقف إطلاق النار في الأراضي المحتلة، مما فجر مظاهرات الغضب الأمريكية ضد سياسة بايدن وانعكاس ذلك سلبا على شعبية. ما بين الدعم العسكري الباهظ واستغلال ورقة الفيتو لعرقلة أي قرار سياسي عادل، تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي منهجا مؤيدا لإسرائيل. فلم تتردد واشنطن في ضمان التفوق العسكري لجيش الاحتلال بصفقات أسلحة وطائرات وسفن حربية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تزويد إسرائيل بخلية من قوات العمليات الخاصة التي بدأت بالفعل بمساعدة الاحتلال في عمليات الاستخبارات والتخطيط العسكري. إدارة بايدن رفعت شعار تحويل مسار حاملة الطائرات الهجومية أيزنهاور للإبحار باتجاه إسرائيل بطاقمها المكون من 5000 فرد، لتعد هذه القطعة البحرية الأحدث والأكثر تقدماً والكبرى من بين مسيلاتها في العالم. حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل حطم رقماً قياسياً منذ عام 1948 لتمكن تلك المساعدات الاحتلال من امتلاك التكنولوجيات العسكرية الضخمة مثل مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية F-35، وأسهمت الولايات المتحدة في تطوير منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية المعروفة بالقبة الحديدية بتمويل ناهز 1.3 مليار دولار. ولم يشبع الاحتلال الإسرائيلي بكميات الأسلحة المتدفقة إلى ترسانته العسكرية من واشنطن، بل اشتعلت شهوته في مواصلة العدوان على الأراضي المحتلة باستغلال حق الفيتو داخل مجلس الأمن، حيث استخدمته إدارة بايدن ليفشل المجتمع الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وليستمر شلال الدم والدمار في الاجتياح والقضاء على كل مظاهر الحياة للفلسطينيين. وكان أسلوب بايدن في التعاطي مع الأزمة كفيلاً بتحريك مسيرات الغضب والاحتجاج في شوارع المدن الأمريكية، رفضاً لحزمة المواقف والإجراءات التي اتخذتها إدارته الديمقراطية لمساندة إسرائيل ومضاعفة معاناة ملايين الفلسطينيين جراء حرب الإبادة المتصاعدة. الآلاف من المتظاهرين انطلقوا يطالبون بوقف القصف والعمليات البرية في غزة وإنهاء الدعم المطلق لإسرائيل، واعتبروها قضية سياسية خطيرة تهدد مستقبل الرئيس الأمريكي في سباق الانتخابات الرئاسية 2024، تزامناً مع تراجع شعبية بايدن إلى أكثر المستويات تدنياً منذ توليه السلطة ليحظى بتأييد 34%، فيما يتعلق بأدائه في الكثير من الملفات الاقتصادية والسياسية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 28,064 فلسطينيا وإصابة 67,611 شخصا جراء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لوسط وجنوب قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد 26 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات. حذرت حركة حماس من مجزرة في حال
شن عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة، محملة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة. يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على مدينة رفح. وكأن البقاء على قيد الحياة شرف لا يستحقونه ومعروف لن ينالوه أينما ذهبوا، واقع يعيشه الفلسطينيون، بل كابوس لم يستيقظوا منه بعد. فبعد أن نجا منهم القليل، بعد رحلة فقد وتشريد وجراح لا تضمد، وارتضوا بخيام رفح سكنا رغم البرد والجوع، أبت إسرائيل دولة الاحتلال أن تستكمل مسيرة مخططات اليوم التالي دون أن تضيف المدينة التي تؤوي نحو 1,300,000 فلسطيني لسجل عدوانها الغاشم، لتجعل من اسمها وصمة عار جديدة تكمل بها صفحة جرائمها ضد الإنسانية. ففي تحد جديد للقرارات الأممية والقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بتجنيب المدنيين عواقب الحرب، كثفت القوات الإسرائيلية قصفها على مدينة رفح والتي نزح إليها أكثر من نصف سكان القطاع. قصف جوي يأتي تمهيدا لتنفيذ أوامر من نتنياهو لقواته المحتلة بالاستعداد لهجوم بري على مدينة رفح بذريعة تفكيك قوات حماس قبل حلول شهر رمضان. وفي محاولة لإنقاذ ما تبقى من صورتها المشوهة أمام العالم، تقول السلطات الإسرائيلية إنها تستعد لإجلاء أكثر من 1,000,000 فلسطيني من المدينة للشروع في تنفيذ الهجوم. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن إسرائيل وضعت خطة تجريبية لتمكين عشرات الآلاف من العودة إلى شمال قطاع غزة، ورغم تحذيره داخليا وخارجيا من مغبة تلك التحركات غير المدروسة، أبلغ نتنياهو الولايات المتحدة بأن العملية البرية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين. من جانبها، حذرت وكالات الإغاثة من أن الهجوم العسكري في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان قد يؤدي في النهاية إلى مقتل أعداد كبيرة من الأبرياء، في وقت يواجه فيه الأطباء وموظفو الإغاثة صعوبات بالغة من أجل توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين. إذن هي رفح أحدث محطات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واختبار جديد لضمير العالم عله يفيق من غفوته أو ينقذ جبينه من عار جديد لن يغفره التاريخ. هذا وتتوالى الإدانات الإقليمية والدولية بعد إعلان السلطات الإسرائيلية شن هجوم عسكري بري مرتقب على رفح. وحذرت الأمم المتحدة من خطورة العملية العسكرية البرية على رفح، واصفة إياها بالكارثة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة تجاه بوابات ومباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس. أعلنت مصادر طبية أن هناك حتى الآن شهيدين والعديد من المصابين، فيما لا تستطيع الطواقم الطبية الحركة بين مباني مجمع ناصر الطبي بخان يونس نتيجة إطلاق النار الكثيف داخل المجمع. طالب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة بوجود المؤسسات الأممية داخل مجمع ناصر الطبي لحمايته وحماية من بداخله، لافتا إلى أن حياة 300 كادر صحي و450 مريضا وجريحا بالإضافة إلى 10,000 نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة
حيث اعتلت قناصة جيش الاحتلال منازل بمحيط المجمع وأطلقوا النار على باحاته، كما يعاني المجمع نقصا حادا في الطعام والشراب. قالت منظمة الصحة العالمية إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي. وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي يستمر في تنفيذ عمليات تدمير ممنهج وواسع النطاق للمناطق والأحياء السكنية والبنية التحتية والمدينة ومرافقها، مما جعل معظم القطاع بحكم الأمر الواقع مكانا غير قابل للحياة والسكن. أكد نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي أن الاحتلال الإسرائيلي يعرقد دخول المساعدات في سواء الإنسانية أو الطبية إلى قطاع غزة لعلاج المصابين عبر معبر رفح. على هامش المؤتمر الدولي الأول لإعمار القطاع الصحي في غزة والذي عقد في الأردن، أشار نقيب الأطباء الأردنيين إلى أن هناك عراقيل وحواجز تضعها قوات الاحتلال لدخول الأطباء العرب للمساهمة في تقديم العلاج للجرحى من أبناء غزة جراء الحرب الإسرائيلية. وأشاد نقيب الأطباء الأردنيين بدور نقابة الأطباء المصرية في التعاون والتنسيق مع نظيرتها الأردنية وتوفير الأطباء المصريين للدخول إلى غزة. أفادت مصادر محلية لبنانية بوقوع قتلى وجرحى جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة جدرة بقضاء صيدا اللبنانية، حيث استهدفت سيارة ودراجة نارية. وأذاع راديو قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه على بعد نحو 60 كيلومترا من الحدود استهدفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي عناصر من حزب الله في شمال صيدا. قتل 3 أشخاص موالين لطهران جراء ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ليلا مبنى سكني غرب العاصمة السورية. ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله بينهم مستودعا وشحنات للأسلحة والذخائر وأيضا مواقع للجيش السوري. وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد قصف صاروخي استهدف منطقة مطار المزة العسكري غرب دمشق والتي تضم مواقع تابعة لحزب الله اللبناني ومجموعة موالية لإيران. We'll be right back.
شهدت قرية الألفي التابعة لمركز كفر سعد في دمياط انطلاق قافلة طبية شاملة على مدى يومين ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال 12 عيادة تخصصية بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. القرية هنا من ضمن القرى اللي احنا بنستهدفها بالقوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل، بتعد من القرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية. القرية هنا ما فيهاش وحدة صحية فبالتالي بنستهدفها، وكمان بعيدة ومحرومة فبالتالي بنستهدفها بالقوافل. القافلة النهاردة طبعا قبل ما بننزل القرية أو قبل ما بنعمل القافلة في القرية بنراجع مركز المعلومات اللي عندنا وبنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة معانا، بنشوف الاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان، بنشوف ايه التخصصات الطبية اللي هنبدأ نوفرها في القرية، ايه أكتر أدوية ومستلزمات وتخصصات كانت موجودة معانا في آخر قافلة فبالتالي بنوفرها بشكل كبير في القافلة اللي هنقيمها. القافلة الطبية طبعا جت علينا السنة اللي فاتت، ومن الحدث اللي عملته احنا كنا في استقبالها السنة دي بكل سرور لأن القافلة العلاجية فيها كل التخصصات الطبية، فيها إشاعات وفيها تحاليل، في إقبال من الجمهور على الأماكن العلاجية، يعني ما شاء الله يعني الناس كلها متعاونة، وبنشكر الصحة وبنشكر اللي قاموا بالإنجاز العظيم ده اللي عمل لخدمة أهل البلد وأهل القرية. الحمد لله دكاترنا مية مية والله، وقبلهم قبلة حلوة، وكشف عظام وكشف بطني وجراحة أنا كنت النهاردة كشفت بطني ونظر، وكويس جدا التكاترة كان أسلوبهم كويس جدا وهم كانوا كويسين جدا، يعني أسلوبهم طريقتهم كلام حلو. الحمد لله أنا النهاردة كشفت والدكاترة جابوا لي علاج وقابلوني أحسن ما قبل. نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة في قرية كفر بلطم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية. شهدت القافلة التي تشمل 16 عيادة متنوعة تقديم الخدمة الطبية ل 1056 حالة فضلا عن صرف الدواء بالمجان. وشهدت القافلة أيضا إجراء اختبارات محو الأمية لثمانية من المواطنين وتقديم عدد من الخدمات البيطرية. الحالات البسيطة بنقدر نكتب لها علاج ونشخصها اللي جايبة أشعتها، في حالات تانية بنحولها للجامعة محتاجة تحاليل أكتر أو أشعات أكتر. الحمد لله اللي كان في سهولة في التنظيم، ويعني المرضى كانوا متعاونين والجامعة كانت موفرة صيدلية فيها معظم الأدوية اللي احنا كنا محتاجينها. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر كشف بالمجان وعلاج بالمجان وفيها كافة اجراء كافة العمليات، وبنحاول نخلي المواطن يكون مبسوط ونسد احتياجاته. جيت كشفت بعامل من ركبتي بخشونة على مدى وكشفت في الكافلة ودي علاج مجان وكشف حلو يعني كويس والحالة حلوة خالص تمام. وفرت عليها مواصلات وانا كنت راقدة ما بقومش والله، وبعدين استليت وجيت دكتور جابني حد والحمد لله. الخدمات كويسة جدا ويا ريت تتكرر على طول كل شهر حتى الناس اللي ظروفها تعبانة اصلا وعندها تعب يكشف. أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أنه تم قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 24. صدق وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 24. هذا وسيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة بكبر القبة اعتبارا من يوم السبت الموافق 17 من شهر فبراير عام 2024 ولمدة شهر.
عقد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير اجتماعا مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصرية. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصرية أو الراغبة في الاستثمار في مصر. ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر. التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مع الدكتورة سناء مصنف المديرة الإقليمية لإتاحة الدواء ودعم الأسواق واقتصاديات الدواء لشركة جونسون العالمية، وذلك بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة. شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون المستقبلي، وذلك من خلال استكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين. وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن أول مركز تميز إقليمي لعلاج أمراض وسرطانات الدم بالتعاون مع جونسون العالمية. ومن جانبها كشفت المديرة الإقليمية لجونسون عن استعدادها لزيادة استثمارات جونسون في مصر، مشيرة إلى أن التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة والنموذج المصري المشرف في تحقيق الإصلاح الصحي حقق طفرة نوعية غير مسبوقة. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية النشرة، لا يتبقى بها إلا التذكرة بأبرز العناوين. خلال استقباله وزيرة خارجية بلغاريا مدبولي يحذر من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الحرب في غزة ويدعو إلى التعامل مع جذور القضية الفلسطينية. مصر تعتبر القضية الفلسطينية في صلب قضايا المنطقة وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. تحذيرات دولية من شن الاحتلال الإسرائيلي اجتياحا بريا لرفح الفلسطينية. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري. شكرا للمتابعة ودمتم في أمان الله.